أنا آسف يا عم، يعني سامحيني ما كان قصدي، بس أنا كنت خايف عليك. سامحتك. تغديتي؟ أي تيوة. خلاص عيل، أمي مسوية غدا، راح أخذ الغدا وأجي على طول. خلاص أنطرك. صدق؟ هوش فيك؟ قلت لك ميتة يوع. لا أنا عبالي، يعني عبالي ناطرتني. أوكي. المايك طفيته، يعني الكلام اللي بيدور بيكون بيني وبينك. ما كل داعي تطفيها، انا ما خايفه من شيء، واللي سويت على ابو مصلحتك. شلون؟ فهميني. اي اختصرت عليك الطريق، شي اللي تدورين عليه بالعماره وديتك يمه، حطيته قدامك. سعدية حبيبتي، أنا مستعدة أحميك لو تعاونتي معنا وتكلمتي وقلتي لي كل اللي تعرفينه. بس هذا كل اللي أعرفه. صدقيني ما حد يريد ينتقم من هاي العائلة بجدي اللي سووا بيه. شلون بس هذا اللي تعرفينه؟ وأنت اللي خذيتيني وحطيتيني قدام الجثة اللي موجودة بالعمارة. جثتين. أكو واحدة بعد بالمطبخ مال فتحي. منو هذيل؟ شلون ماتوا؟ منو اللي دفنهم؟ ليش كلكم متسترين عليهم؟ ما أعرف، بس اللي أعرفه الجواب قدام عيونك وانتي مغمضة ما تريدين تشوفي. قدام عيوني؟ منو؟ شنو؟ كمال. كمال كل شيء يعرف. عموماً أنا آسفة على الطقة اللي طقيتها براسك. أي شيء تحتاجين أنا موجودة. وعد هذا الحجم يطلع من هنا أبد. لازم تعرفين ولائي صار بس لنفسي بهذا المكان.